أحمد بوجيريو خريج المعهد التكنولوجي للتربية وأستاذ لمادة العلوم الطبيعية، استطاع الانفراد في زراعة وتربية الفطريات بطرق علمية حديثة. أستاذ علوم طبيعية في سيدي معروف، تخرج من المعهد التكنولوجي بديت 87. لا ما احنا ما زالت لاناتير تاعنا فيرج، ما زالت الطبيعة كما نقولوا عذراء. طلعت مسقط الرأس على الأب وقررت ندير المشروع هذا. هو بالموازاة هو مشروع فلاحي عائلي. باستعماله لتقنيات علمية دقيقة، يعتمد أحمد في زراعة وتربية الفطريات على عدة مراحل، من تحضير الأبواغ وتغذيتها إلى غاية قطف ثمارها. تعالى نبدأ بإنبات الأبواغ. هذو الأبواغ باش ينبتوا لنا لازمهم تغذية، نوضعهم في مناخ ملائم باش ينبتوا. لما تشكل هذه الخيوط نسميها الميسيليوم، راح ننقلوها فيما بعد المرحله اللي بعدها، ننقلوها نبتوها على بذور معينه. مثلا الشعير استخرج الميسيليوم السائل بالحقنه ونحقنوه هنا، ناخذوها للحضانه. الان هذا الان اصبح الفطر هذا الان جاهز باش ننقلوه للسيبسترا للتبن، وننتظر بعد 21 يوم تقريبا. من جهتها تؤكد المصالح الفلاحية للولاية أن هذه التجربة فريدة من نوعها بالولاية، كما أنها تعتبر نموذجا ناجحا يحتذى به. تعتبر تجربة هذا الفلاح تجربة ناجحة ورائدة هنا في ولاية جيجل، خاصة في زراعة الفطريات، وهذا بتمكنه من كل التقنيات المختصة بهذه الزراعة. نبارك مثل هذه التجارب، خاصة نرافقها بما يكون بمختلف الدورات التكوينية التي نقوم بها دوريا في المعهد التكوين والدخلة في برنامج تطوير القدرات التقنية والدعم التقني. ويأمل أحمد بوجيريو في عرض تجربته وخبرته وتعليمها لأبنائه وللفلاحين كونها مصدر رزق ثابت يعول عليه.